السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، معاكم مستهاني من قناة علمني. النهاردة ان شاء الله معانا فيديو مهم جدا، هنحل اسئلة كتاب المدرسة على الوحدة الثانية وكتاب سلاح التلميذ. ما تنسوش تعملوا لنا اعجاب للفيديو واشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عندي الاول هنبدأ بتدريبات الكتاب المدرسي الوحدة الثانية. عندما أكمل، عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يثرب سميت باسم، طبعا بعد دخول الرسول أو هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدينة يثرب سميت باسم المدينة المنورة. سمي أهل المدينة باسم إيه وسمي أهل مكة باسم إيه؟ طبعا أهل المدينة هم الأنصار أو سموا باسم الأنصار، أما أهل مكة فلقبوا باسم المهاجرين. كان أول الخلفاء الراشدين الخليفة أبي بكر الصديق، وكان آخرهم مين؟ علي ابن أبي طالب. أقام عمرو بن العاص إيه على النيل لتحديد قيمة الضرائب؟ أقام مقياسا للنيل. بيقول لي ما الدليل على صحة العبارات الآتية من خلال ما درسته؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عند المقدرة. طبعا الدليل هقول له ان عندما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكه، قال لاهل مكه او يعني لاهل مكه اذهبوا فانتم الطلقاء، رغم من قدرته على الانتقام ايه منهم. فطبعا ده بيضرب المثل على العفو او التسامح والعفو عند المقدره، انه كان في يعني في عز قوته وانه كان يقدر ينتقم منهم لما فعلوه به وبالمسلمين، لكن قال لهم المقوله المشهوره اذهبوا فانتم الطلقاء. تغيرت حياه العرب الدينيه بعد الاسلام؟ طبعا هقول له الدليل ان كان العرب قبل الاسلام بيعبدوا الاصنام والاوثان التي لا تضر ولا تنفع، فاصبحوا بعد الاسلام يعبدون الله الذي لا اله الا هو. طيب ازدهار مصر اثناء حكم عمرو بن العاص لها؟ الدليل ان انا هذكر له بعض الاعمال اللي عملها عمرو بن العاص في مصر بعد ما ايه ما فتحها، زي انه انشا مقياس للنيل، اهتم بالزراعه، خفف الضرائب على المصريين، اعاد حفر قناه قدماء الايه المصريين اللي هي قناه سيزو ستريت. فانا هذكر له الاعمال اللي عملها ايه عمرو بن العاص في مصر. طيب بعد كده عندي اختر الاجابه الصحيحه. من شروط صلح الحديبية هدنة مدتها كام سنوات؟ 7 8 9 10. طبعا مدة صلح الحديبية كان 10 سنوات. ولد النبي صلى الله عليه وسلم 570 ميلاديا، المعروف عند العرب بعام الحزن، الفيل، الوفود، الفتحات. طبعا كان معروف بعام الفيل. أولى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق، أحد، بدر، تبوك. طبعا أولى غزوات الرسول غزوة بدر. المهاجرون هم أهل يثرب، مكة، خيبر، الطائف. المهاجرون هم أهل مكة اللي هاجروا إلى المدينة. أسس عمرو بن العاص عاصمة جديدة لمصر بدلا من في طيبة الإسكندرية، العسكر، بدلا من الإسكندرية اللي كانت عاصمة مصر أثناء حكم إيه الرومان. طيب بيقول لي بما تفسر تفكير عمرو بن العاص في فتح مصر؟ ليه عمرو بن العاص فكر او اشار على سيدنا عمر بن الخطاب بفتح مصر؟ هنقول لتامين فتوحات الشام وتكون قوه لايه وعون للمسلمين. يبقى لتامين فتوحات الشام، وتاني سبب حتى تكون مصر قوه وعونا للمسلمين. معارضة قريش الدعوة الإسلامية، السبب هنقول خوفا على مكانتها الدينية والتجارية. يبقى خوفا أو خوف قريش على مكانتها الدينية والتجارية. هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، السبب بسبب اشتداد أو إيذاء المشركين له وللمسلمين. طيب جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه القرآن الكريم ليه؟ هنقول بسبب استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حروب إيه؟ الردة. فطبعا أشار عليه سيدنا عمر بن الخطاب بأنه يقوم بجمع إيه القرآن حفاظا عليه. اكتب عملا واحدا لكل شخصية من الشخصيات الآتية. الخليفة عمر بن الخطاب، طبعا عمر بن الخطاب كان ليه أعمال كتير، زي أنه أنشأ الدواوين، قسم الدولة إلى ولايات وجعل على كل ولاية والي، أنشأ نظام الحزبة. فممكن نكتفي مثلا بعمل واحد يقول أنه أنشأ إيه الدواوين. الخليفة أبو بكر الصديق، كان برضو سيدنا أبو بكر الصديق ليه أعمال كتيرة زي جمع القرآن، حارب المرتدين، فممكن نقول إن هو إيه مثلا جمع القرآن الكريم. طيب عمرو ابن العاص طبعا هنقول إن هو من أهم أعماله فتح إيه مصر. تمام. طيب بيقول لي رتب الأحداث التالية ترتيبا زمنيا من القديم إلى الحديث.
عندي غزوة الخندق، غزوة بدر، الهجرة إلى الحبشة، فتح مكة، الهجرة إلى يثرب. هيكون أول حاجة عندي من القديم يبقى الهجرة إلى الحبشة، دي رقم واحد. بعد كده عندي الهجرة إلى يثرب، دي رقم اتنين. بعد كده عندي غزوة بدر رقم ثلاثة، وبعد كده عندي غزوة الخندق أو الأحزاب دي رقم أربعة، آخر حاجة عندي فتح إيه مكة. ده كده بالنسبة لأسئلة التدريبات أو تدريبات الكتاب المدرسي. ندخل بقى على تدريبات كتاب سلاح التلميذ. أكمل العبارات الآتية: ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 570، طبعا ولد في مكة. طيب، لقب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بلقب الصادق الأمين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد ويتأمل لمدة شهر في غار حراء. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هو في سن 40 من عمره. استمرت الدعوة إلى الإسلام نقط لمدة 3 سنوات، استمرت سرا لمدة 3 سنوات أو سرية. عارضت قريش الإسلام خوفا على مكانتها إيه لسه قايلينها الدينية والتجارية. كانت الهجرة الأولى للمسلمين إلى الحبشة. لقيت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قبولا من أهل يثرب. سمي أهل المدينة الذين نصروا دعوة الإسلام بمين؟ بالأنصار. قسم عمر بن الخطاب الدولة الإسلامية إلى ولايات. آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك وأولها غزوة بدر. بأولى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك. تعرض المسلمون للهزيمة في غزوة أحد، طبعا وعرفنا السبب زي مخالفة الرماة لأوامر الرسول. تعرف غزوة الأحزاب باسم غزوة الخندق. تم صلح الحديبية بين كل من المسلمين وقريش. بسبب نقض قريش صلح الحديبية قام الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح مكة عام 8 هجريا. حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة ايه عام 10 هجريا؟ حجة الوداع. ظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نظام، طبعا نظام الخلافة. يبدأ عصر الخلفاء الراشدين بالخليفة أبي بكر الصديق وينتهي بالخليفة علي بن أبي طالب. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض القبائل عن الإسلام فسموا بالمرتدين. امتنعت بعض القبائل عن دفع ايه بعد وفاة الرسول؟ عن دفع الزكاة. جمع مين القرآن الكريم بعد استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن؟ أبي بكر الصديق. في حروب ايه بعد استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن؟ في حروب الردة. يبدأ التقويم الهجري بهجرة الرسول إلى يثرب. أنشئ ديوان بيت المال في عهد الخليفة عمر بن الخطاب لأن هو اللي أنشأ الدواوين. عاصمة مصر أثناء حكم البيزنطيين لها هي مدينة الأسكندرية. أصبحت مصر ولاية إسلامية بعد فتحها على يد عمرو بن العاص عام 21 هجريا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. أقام عمرو بن العاص إيه على النيل؟ مقياسا على النيل. أول مسجد بني في مصر هو مسجد عمرو بن العاص. بنى عمرو بن العاص مدينة إيه لتكون أول عاصمة إسلامية في مصر وأفريقيا؟ مدينة الفسطاط. من العادات السيئة عند العرب قبل الإسلام شرب الخمر ولعب الميسر ووأد البنات. أعاد عمرو بن العاص حفر قناة قدماء المصريين وسماها خليج أمير المؤمنين ولكنها ردمت بفعل الرمال. طيب نشوف المجموعة الثانية، صح أو كلمة صواب أو كلمة خطأ. بيقول لي ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، صح وفي تصويب خلي بالنا. انتصر المشركون في غزوة بدر على المسلمين، غلط طبعا. التصويب ان هو ايه انهزم المشركون في غزوة بدر، او ممكن اقول انتصر المسلمون في غزوة بدر او لم ينتصر. كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة او كلف بالرسالة وهو في سن 40، صح. طيب رفع الاسلام مكانة المرأة في المجتمع وحفظ كرامتها، صح طبعا. هاجر المسلمون الى الحبشة لان بها ملكا عادلا لا يظلم عنده احد، صح. النجاشي دعا الإسلام إلى وأد البنات ولعب الميسر، غلط طبعا. هنقول إنه حرم الإسلام وأد البنات ولعب الميسر. رحبت قريش بالدعوة الإسلامية منذ اللحظة الأولى، غلط. طيب التصويب إن هي إيه عارضت بدل رحبت، هنقول عارضت. سكان المدينة الذين دخلوا في الإسلام وأيدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأنصار، صح. رافق أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة، صح.
تأسست الدولة الإسلامية في المدينة، صح؟ رُدمت قناة قدماء المصريين التي عاد حفرها عمرو بن العاص بفعل الرمال، صح؟ قضى عمر بن الخطاب على المرتدين، غلط. قضى مين؟ أبو بكر الصديق. انتصر المسلمون على قريش في غزوة أحد عام 3 هجريا. هنقول طبعا غلط، إن اللي انتصر هما المشركين مش المسلمين، ماشي. وقعت غزوة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة، صح. ساعد فتح مكة على نشر الدعوة الإسلامية داخل وخارج شبه الجزيرة الإسلامية، صح طبعا. طيب هنقول بقى ان ايه، ان ممكن تكون ساعدة صلح الحديبية بدل فتح مكة، يبقى مثلا العبارة هتبقى غلط. صلح الايه الحديبية، لان بقى انتقلت مرحلة الدعوة الى العالمية، يبقى بدل فتح مكة هنقول ايه صلح الحديبية، ماشي. كان القرآن الكريم مكتوبا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على قطع من الجلد وجريد النخل، صح. بعد كده طبعا قلنا سيدنا أبو بكر قام بجمع القرآن. آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، صح. أنشأ عمرو بن العاص أول مسجد في مصر وعرف باسم الفسطاط. طيب هو أنشأ أول مسجد، لكن كان إيه اسمه؟ جامع عمرو بن العاص، يبقى غلط. قضى الإسلام على عبادة الأوثان والأصنام، صح. توفى الرسول عام 11 هجريا، صح. تولى أبو بكر الصديق الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب، غلط. هو تولى الخلافة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ماشي. قسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدولة الإسلامية إلى ولايات، صح. أعاد عمر بن العاص رضي الله عنه حفر قناة قدماء المصريين تحت اسم خليج أمير المؤمنين، صح. آخر الخلفاء الراشدين هو علي بن أبي طالب، صح. أبي بكر الصديق أول من استخدم نظام الحسبة، غلط. مين طيب؟ عمر ابن الخطاب، ده التصويب. وضع علي بن ابي طالب التقويم الهجري وجعل بدايته هجرة الرسول، غلط. مين اللي عمل التقويم الهجري؟ سيدنا عمر ابن الخطاب، ده التصويب. توسعت حركة الفتوحات الإسلامية في عهد عمر ابن الخطاب، طبعا صح. طيب انشأ عمر بن الخطاب الدواوين، صح. استطاع عمرو بن العاص فتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عام 21 هجريا، صح برضو. ترك عمرو بن العاص حرية العقيدة للمسيحيين ولم يجبر أحد على الدخول في الإسلام، صح. أول والي عربي تولى حكم مصر وخالد بن الوليد، غلط. عمرو بن العاص كرم الإسلام المرأة، أكيد صح. طيب بيقول اختر الإجابة الصحيحة. أول من أسلم من الرجال، طبعا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سن 20 30 40 من عمره. إحدى العادات السيئة التي كانت سائدة عند العرب السفر بالجمال، التجارة معروف، شرب الخمر من إحدى العادات السيئة. بدأ الرسول دعوته سرا لمدة كام سنة؟ طبعا 3 سنوات. كانت الهجرة الأولى للمسلمين إلى الحبشة، دي الهجرة الأولى. بعد كده هاجروا ليثرب. هزم المسلمون في غزوة أحد، الخندق، بدر، تبوك. في غزوة أحد أرسل أبو بكر الصديق جيشا إلى بلاد الشام بقيادة مين؟ أسامة بن زيد، عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، أسامة بن زيد. حفر المسلمون خندقا حول المدينة لحمايتهم في غزوة إيه؟ في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. تم الاتفاق في صلح الحديبية على هدنة بين قريش والمسلمين مدتها 10 سنوات. حتم الرسول صلى الله عليه وسلم الأصنام وطاف بالكعبة بعد إيه؟ بعد طبعا فتح مكة. طيب خضعت بلاد الشام قبل الفتح الإسلامي لحكم الروم، الفرس، الغساسنة، الأحباش، طبعا إلى حكم الروم. أشار مين على أبي بكر الصديق بجمع القرآن؟ سيدنا عمر ابن الخطاب. توجهت حملة أسامة بن زيد إلى بلاد إيه؟ بلاد الشام. اتخذ عمرو بن العاص من مدينة ايه عاصمة مصر؟ مدينة الفسطاط. الخليفة الثاني للمسلمين ولقبه الفاروق، طبعا سيدنا عمر ابن الخطاب.
اول والي على مصر بعد الفتح الاسلامي هو عمرو بن العاص اللي فتح مصر. كانت عاصمة مصر قبل الفتح العربي الاسكندرية اللي هي كانت اثناء الحكم الايه الرومي. اللي صوب ما تحته خط كانت ايه عاصمة مصر اثناء الحكم البيزنطي، لسه قايلين اهو الاسكندرية، بدل الفسطاط الاسكندرية. استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرا لمدة 4 سنوات. طب تصويب 4 يبقى ايه؟ 3، 3 سنوات. لقب علي بن ابي طالب بالفاروق، تصويب علي بن ابي طالب عمر بن الخطاب. اكتب المصطلح التاريخي: جماعة من الناس ينتمون الى اصل واحد وتربطهم رابطة الدم، ده تعريف القبيلة والعصبية. جمع وثن ويصنع على صورة طير او حيوان او حجر، ده تعريف الاوثان. تمثال يصنع من المعدن او غيره على صورة انسان، ده تعريف الاصنام. يبقى الوثن بيكون على شكل طير حيوان حجر، اما اللي على شكل انسان ده الاصنام. سكان المدينة الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته الانصار. المسلمين الذين هاجروا من مكة للمدينة دول المهاجرين. عقد واتفاق بين طرفين وغالبا ما يسمى باسم المكان الذي عقد فيه، ده الصلح، ده تعريف الايه الصلح. كل ما يحصل عليه المنتصر من اموال وعتاد، ده الغنيمة او الغنائم. اخر غزوات الرسول غزوة تبوك. الصلح الذي عقد بين المسلمين وقريش عام 6 هجرية، صلح الحديبية. التقويم الذي وضعه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ده التقويم الهجري. نظام انشأه الخليفة عمر بن الخطاب لمراقبة الاسواق، ده نظام الحزبة. طيب نشوف اللي بعده: من هو ولد في عام الفيل بمكة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى بالمسلمين وقت مرض الرسول؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. أول من أسلم من الرجال؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة؟ سيدنا عمر بن الخطاب. أول والي على مصر بعد الفتح العربي؟ سيدنا عمرو بن العاص. أنشأ الدوين ونظام الحزبة؟ سيدنا عمر بن الخطاب. بيقول يرتب الأحداث من القديم إلى الحديث: غزوة أحد، صلح الحديبية، الجهر بالدعوة، غزوة بدر، غزوة الخندق، الهجرة إلى يثرب. طيب أول حاجة عندي هتبقى إيه؟ واحد، هنا الجهر بالدعوة، خلاص. طيب بعديها عندي الهجرة إلى يثرب. طيب بعديها عندي غزوة بدر رقم 3. طيب بعديها على طول غزوة أحد، يبقى دي رقم 4. بعديها غزوة الخندق 5، وآخر حاجة عندي صلح الحديبية. طيب بيقول لي بقى: فتح مصر، حروب الردة، حملة أسامة بن زيد بلاد الشام، جامع القرآن، تولية عمر بن الخطاب الخلافة، وفاة أبي بكر الصديق. طيب أول حاجة هنا يبقى حملة أسامة بن زيد إلى بلاد الشام. طيب بعديها هتبقى حروب الردة رقم 2. بعديها عندي جمع القرآن، لأن بعد حروب الردة توفى عدد كبير من اللي كانوا حافظين القرآن، فبالتالي إيه سيقوم سيدنا أبو بكر بجمع القرآن. بعديها وفاة أبو بكر الصديق، يبقى دي رقم 4. بعديها عندي تولية عمر ابن الخطاب، يبقى دي رقم 5. دي رقم 5. عندي بعد كده آخر حاجة هنا فتح إيه مصر، يبقى دي رقم 6. ماشي. طيب بيقول لي: بما تفسر لقب الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين؟ هنقول طبعا لأنه عرف قبل البعثة بحسن الخلق والإخلاص في العمل والصدق والأمانة. معارضة قريش الدعوة؟ هنقول خوفا على مكانتها الدينية والتجارية. بيقول لي: هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة ليه؟ بسبب إيذاء المشركين للمسلمين. تسمية أهل المدينة بالأنصار لأن هم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بالغزوات؟ هنقول للدفاع عن المسلمين وتأمين الدعوة الإسلامية، لأن قريش قامت بالغارة على المدينة ونهب أموال المسلمين وطبعا تهديد أمن المسلمين، فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن المسلمين وتأمين الدعوة الإسلامية. هزيمة المسلمين في غزوة أحد؟ هنقول لمخالفة بعض الرماة لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. تسمية غزوة الأحزاب بهذا أو باسم الخندق؟ هنقول بقى ليه؟ نسبة طبعا للخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة. فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عام
8 هجريا. ليه؟ بسبب نقض قريش لصلح الحديبية واعتداءها على حلفاء الرسول. نقض قريش لصلح الحديبية واعتداءها على حلفاء الرسول. اختيار المسلمين أبا بكر الصديق خليفة لهم، هنقول إن هو أول من أسلم من الرجال، رافق الرسول في الهجرة، أنابه الرسول عنه في إمامة المسلمين في الصلاة عندما اشتد عليه أو على الرسول صلى الله عليه وسلم المرض، فبالتالي تم اختياره أول خليفة للمسلمين. ظهور حركات الردة، لأن بعض القبائل اللي كانت حديثة العهد بالإسلام لم يستمر أو يستقر الإسلام في قلوبهم ولبعدهم عن المدينة، قاموا بالارتداد عن الإسلام ومنع، وبعض القبائل قامت بالامتناع عن دفع الجزية. إرسال أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيش أسامة إلى بلاد الشام لتأمين حدود الدولة الإسلامية من جهة الروم. خلاص، جمع القرآن الكريم في عهد أبو بكر الصديق، لسه إن حفظت أو جزء يعني مجموعة كبيرة من حفظة القرآن توفوا في حروب الردة، فأشار عمر بن الخطاب على سيدنا أبو بكر الصديق بجمع القرآن. لقب الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفاروق. ليه لقبه بالفاروق؟ لأنه كان يفرق بين الحق والباطل. خلاص، إنشاء نظام الحزبة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب للإشراف على الأسواق ومراقبة الموازين والمكاييل. أهمية فتح مصر، تأمين طبعا فتوحات الشام، وإن فتح مصر قوة وعونا للمسلمين. إعادة عمرو بن العاص حفر قناة سيزو ستريز، هنقول لتأمين الاتصال بين مصر والمدينة وتنشيط التجارة ونقل البضائع. بناء عمرو بن العاص لمدينة الفسطاط لتكون عاصمة لمصر. طيب، إنشاء عمرو بن العاص مقياسا للنيل علشان يحدد مقدار الضرائب، لتحديد مقدار الضرائب. بدء دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سرا، هنقول السبب هنا حذرا من قريش. طيب، بيقولي ما النتائج المترتبة على اشتداد إيذاء قريش المسلمين بعد الجهر بالدعوة؟ النتيجة إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لأن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، النتيجة هو قيام الدولة الإسلامية في المدينة. غزوة بدر، النتيجة انتصار المسلمين على المشركين. مخالفة بعض الرماة أوامر الرسول في غزوة أحد، النتيجة هو هزيمة المسلمين في غزوة أحد. طيب، صلح الحديبية نتيجته قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بعقد هدنة مع قريش لمدة 10 سنوات، واتجاه الرسول لنشر الدعوة الإسلامية داخل وخارج شبه الجزيرة العربية. ماشي. طيب، نقد قريش عهدها مع الرسول في الحديبية، النتيجة قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح مكة. ماشي، قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح مكة بجيش مكون من 10,000 مسلم وقيامه فتحها دون قتال. فتح مكة نتيجته طبعا ان دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم دون قتال، طاف بالكعبة، حطم الأصنام، عفى عن أهلها، وبدأ الناس طبعا يدخلون في دين الله أفواج. الغزوات التي قادها الرسول ضد المشركين نتيجتها ساعدت طبعا على انتشار الإسلام في أنحاء شبه الجزيرة العربية. ظهور الإسلام في حياة العرب، هنقول إنه قضى على العادات السيئة عند المسلمين مثل شرب الخمر ولعب الميسر وأد البنات، قضى على عبادة الأوثان والأصنام، وحل محلها طبعا عبادة الله الواحد الأحد. وحد كلمة العرب بعد ما كانوا قبائل، أصبحت دولة إسلامية واحدة. حارب طبعا قلنا العداء، ورفع مكانة المرأة. ماشي، كل دي نتائج لظهور الإسلام في حياة العرب. وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، النتيجة هو اختيار المسلمين لسيدنا أبو بكر الصديق ليكون حاكما أو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، حروب الردة نتيجتها القضاء على المرتدين وعودة المسلمين للوحدة مرة أخرى، استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حروب الردة. طيب، استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حروب الردة، النتيجة هو قيام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن. فتح عمرو بن العاص لمصر نتيجتها إنه القضاء إن بدأ بقى إن انتهاء حكم الرومان لمصر، أصبحت مصر ولاية إسلامية وأصبحت عونا وقوة للمسلمين. يجي بقى انتهى الحكم الروماني، تحول مصر إلى ولاية إسلامية،
وتأمين مصر من ناحية أو تأمين شبه الجزيرة من ناحية مصر. وطبعا أصبحت زي ما قلنا مصر ولاية إسلامية. حملة أسامة بن زيد رضي الله عنه على بلاد الشام، تأمين طبعا حدود الدولة الإسلامية من ناحية الروم أو من الروم. قولي ماذا كان سيحدث إذا لم ترفض قريش دعوة الإسلام، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي كان يحصل؟ هنقول إن كان ساعد على انتشار الإسلام بصورة طبعا أسرع. لم تدخل قريش في حروب مع المسلمين، ممكن لم يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ماشي، تلقي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم قبولا من أهل يثرب. ماذا إذا لم، يعني لو ما كانش أهل يثرب رحبوا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هنقول بقى لما قامت الدولة الإسلامية فين، في المدينة، ولم يهاجر إليها الرسول. تنقض أو ماذا كان يحدث لم تنقض قريش نصوص صلح الحديبية؟ لو ما كانوش نقضوا صلح الحديبية استمر الصلح لمدة 10 سنوات. يخالف بعض الرماة لم يخالف بعض الرماة أمر الرسول، لم ينهزم المسلمين في غزوة أحد. لم ترتد بعض القبائل عن الإسلام بعد وفاة الرسول، اللي كان يحصل طبعا لم تحدث حروب الردة، ولم يستشهد عدد كبير من حفظة القرآن في الحروب. لم تفتح مصر، هنقول ان ظلت مصر يعني تحت الحكم الروماني، وظلت اسكندرية عاصمة مصر، لم تكون او تتحول مصر الى ولاية اسلامية خلاص او عربية. لم يرسل ابو بكر رضي الله عنه جيش اسامة بن زيد الى بلاد الشام، اللي كان يحصل ظلت مصر مهددة، ايه، ظلت بلاد او الدولة الاسلامية مهددة من ناحية الروم او من جهة ايه الروم. طيب نشوف ايه اللي بعديها. بيقول لي وسط الظلام الدامس والجهل والفرقة في شبه الجزيرة العربية، بعث الله محمدا وهو في سن الـ40 هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى عبادة الله وحده، وترك عبادة الاصنام الاوثان والاصنام، ونشر الاخاء والمحبة بين الناس. وضح الفرق بين شبه الجزيرة العربية قبل الدعوة وبعدها. هنقول قبل الدعوة كان بيعبدوا الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع، كانت لهم بعض العادات السيئة مثل شرب الخمر وأد البنات، لعب الميسر. أما بعد الإسلام فعبدوا الله الواحد الأحد، انتهت العادات السيئة التي كانت منتشرة، أصبحت وحدت أو تم توحيد شبه الجزيرة العربية جميعها بعد ما كانت قبائل. بيقول لي ما رأيك في نشر الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته بين طواف الحجاج الوافدين إلى الكعبة؟ طبعا كان تصرف جيد جدا، لانه ساعد على انتشار الاسلام خارج شبه الجزيره، ومهد الطريق لهجرته الى المدينه. خلاص بيقول لي قارن بين موقف قريش واهل يثرب من الدعوه الاسلاميه منذ اللحظه الاولى. موقف قريش معارضه او عارضت الدعوه منذ اللحظه الاولى، اما اهل يثرب فرحبوا بالدعوه ورحبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب من حيث اهم الانجازات العسكريه لكل منهم. طيب لو اتكلمنا عن سيدنا ابو بكر، هنقول ان هو ارسل حمله الى بلاد الشام اللي هي حمله اسامه بن زيد، تمكن من تامين حدود الدوله من الروم، القضاء على المرتدين، دي من ضمن الانجازات العسكريه، فوجه حملات للعراق وايه والشام. سيدنا عمر بن الخطاب هنقول انه استكمل فتح العراق، فتح بلاد فارس، استكمل فتح بلاد الشام وفتح مصر. تمام. حمله اسامه بن زيد وحملة عمرو بن العاص من حيث نتائج كل منهما. طبعا حملة أسامة بن زيد استطاعت تأمين حدود الدولة الإسلامية من جهة الروم، حملة عمرو بن العاص استطاعت فتح مصر وتأمين برضه الدولة الإسلامية من الروم، وأصبحت مصر قوة للمسلمين. بيقول لي ما رأيك في موقف عمرو بن العاص من أقباط مصر بعد الفتح العربي؟ طبعا موقف بيدل على التسامح والعفو، إن هو لم يجبر أحد على الدخول في الإسلام، تركهم ليهم الحرية في الاختيار ولم يجبرهم خلاص، فبيدل على التسامح وايه والعفو. دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عند المقدرة. هنقول الموقف اللي قلناه في اول الفيديو، لما عندما فتح مكة قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء لاهل مكة. يعني كان فتح مكة من اعظم غزوات المسلمين، لانه قضى على عبادة الاوثان والاصنام، ونشر الاسلام في جميع شبه الجزيرة العربية وخارجها، وبدأ الناس يدخلون في دين الله افواجا. حقق عمرو بن العاص العديد من الانجازات في مصر. هنقول بقى الاعمال اللي عملها عمرو بن العاص، زي انه انشا مدينه الفسطاط تكون عاصمه اسلاميه، انشا اول جامع في مصر، انشا مقياس للنيل، ترك المسيحيين طبعا حريه العقيده، اهتم بالزراعه، اعاد حفر قناه سيزوستريس وسماها خليج امير المؤمنين.
اسهم عمر بن الخطاب في تطوير الدوله الاسلاميه ازاي؟ هنقول ان سيدنا عمر بن الخطاب قسم الدوله الى الاسلاميه الى ولايات ليسهل ادارتها، وجعل على كل ولايه والي، انشا طبعا الدواوين، انشا نظام الحزبه، وضع التقويم الهجري، استكمل الفتوحات، فطبعا ده كله ساهم في تطوير الدوله الايه الاسلاميه الناشئه. دي كانت التدريبات بتاعه الوحده الثانيه من كتاب المدرسه او كتاب سلاح التلميذ، يا رب تكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش تعملوا لنا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس عشان اي مراجعه نعملها توصل لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.